مرحبا بكم مجددا في الحلقة 22 من ركن السيارة. لاحظوا هنا المسار أصبح مختلف تماما، أصبح المسار أخضر والحواجز أصبحت جدران وبراميل، وقد اجتزنا المرحلة 22. تابعوا معنا الحلقة 23 من اللعبة المسلية والممتعة وركن السيارة. انظروا، هذا المسار أصبح أصفر. شاهدوا هنا، نتوقف قليلا ثم نسرع. بيو نسرع، كاد أن يصطدم بنا الحاجز، ولكننا نحن سريعون جدا. شاهدوا معنا المسار وعجلات السيارة، السيارة البيضاء، المسار هنا. أين هو مكان ركن السيارة؟ مررنا من هنا قبل قليل. أين هو المسار هنا؟ أين سنركن السيارة؟ لا، لم نمر هنا، المسار فقط متشابه. شاهدوا معنا، نصعد هنا هذا الدرج بالسيارة، ووصلنا إلى خط النهاية. شكرا لكم، لا تنسوا مشاهدة الحلقة 24 وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that